من وين الانتهاء؟ اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذه المراسلة الجديدة من هنا من مكناس. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مكناسي كان خدام في شركة ديال الحليب معروفة على الصعيد الوطني، كيقول انه كان خدام معاه لمدة 14 سنة وفاش مرض جراو عليه. هذا السيد كيقول سنوات وانا معاهم وما عقلوش عليا وبغيت القضاء يجيب لي حقي. غادي نسمعوا القصة ديالو، كيفاش بدات هذه المعاناة ديالو، شنو هو نوع المرض اللي على قبله وقفاته الشركة. هذا الشيء كامل غنعرفوا، نحاولوا نعرفوه من عند السيد المعني بالامر مباشره. شريف شنو وقع لك؟ تقرب عندك. السلام عليكم، كنشكروا اذاعه شوف تي في. اللي وقع لي اخويا، خدمت المده ديال 14 سنه مع هذه الشركه هذه ديال الحليب، راه معروفه عندها لوزين في الفقيه بن صلاح ولاجونس فين كنت خدام انا في تماره في عين عوده، والاداره المركزيه في الدار البيضاء. ضربت معاهم اخويا 14 سنه، ضحينا اخويا ليل ونهار، شتا وشمس، مرض وحياء، مرض وبرو، وتصابيت اخويا. المهم تصابيت اخويا بالسياتيك، تصابيت بواحد المرض سميتو السياتيك هنايا في الدار. هذا هو السبب ديال الطرد ديالي، انا دفعت لهم واحد الدوسي ديال المرضي، ونادو هو اخويا نادو كيفبركاو لي اي حاجه، كيفبركاوها هما ويديروا لي، يحرشوا عليا الناس، يديروا عليا الشهود، اي حاجه. المهم على حساب باش غادي يصيفطوا لي لا ريال لا جوج، وانا كناشد اخويا القضاء ديال تماره. قبل من المناشده ديالك غنسولك، شنو كنتي كدير مع هاد الشركه؟ كنت ندير نوز، كنت كنفرق اخويا، كنت مساعد البائع، كنفرق على السيكتورات، نفرقوا السيكتورات على الحوانات وعلى لي مارشي الكبار. على 14 عام ديستريبيسيون كنفرق، ومنين الناس غيجريو عليك السحن؟ غادي يجريو عليا اخويا. دفع كايش، قدمت لهم واحد الدوسي ديال المرض، تصابيت انا بالسياتيك، راه مدفوع الملف عند القضاء. منين جاك السياتيك؟ السياتيك جاني متخول، ديك الكرابي ديال الحليب، الزبده، الكرابي ديال المنعش، الكرابي ديال اللبن، كلشي. المهم داك انت اللي كتهز كتشارجي، كان هز وكان شارجي وكان خوي وكان كلشي فيا انا، مني كلشي. وانت متاكد انه السياتيك شكل كامل؟ بكلشي عندي، بالاطباء، بكلشي، بالسكانير عندي، بكلشي موثق. نعم. شحال دابا باش شدك السياتيك؟ غادي تخلي مشي شي 3 سنين دابا، شي 3 سنين باش شدني. صافي وقفتي، ما بقيتيش وقف، صافي ما قديتش، قدمت له. دابا انا كنشوفك دابا نيت واقف، انا راه هاز رجلي دابا، انا على العكاز، راه اللي عندي راه محطوط هنايا ها العكاز، انا ما بغيتش نديرو دابا انا باش راه شايفني القضاء، كندخل به للمحكمه، راه شايفني القضاء ديال تماره، ملي كتكون عندي شي جلسه راه كندخل به للقضاء، الجلسه ديال المحكمه راه كيشوفني القضاء ديال تماره. عند الاداره فوالا، مديكلارينك دايرك لاسيرونس؟ مديكلارين، هما مريقلين، كلشي ناضي، كلشي ناضي. علاش ما دفعوكش لاسيرونس تمشي الدواء؟ ما بغا داك لاسيرونس، هما اللي ما بغاوش، هما ندفع لهم انا داك الدوسي هذاك، علاش طردوني انا؟ طرد تاع السوفي جاني بحال هكا. انت ما تمرضش؟ خصم ما تمرش، خصم تبقى ديما حديده، ديما هنده، ديما واقف. الا مرتي غيلوحوك حاشا السامعين وحاشا اخوتي المغاربه، غيلوحوك بحال شي طارو ديال الزبل، يلوحوك الزباله. هادشي اللي كاين. واخا ملي دفعتي الدوسي وعرفوا انه احمد راه مريض، المهم ملي بلغتم اخويا بالدوسي مع المفوض القضاء، بلغتم بالدوسي ديال المفوض القضائي، ملي وصل لعندهم الشركه، من تما الناس كيديروا معايا المهم المسائل اللي ما مزياناش، كيحاولوا يحرشوا عليا، شي واحد يطيح قدامي، شي واحد يجي يدفعني باش نضربو. انا حاولت نتفادى داك الشيء كامل، حاولت نتفادى. بحال صوب لك يعني، بحال المشكل كينصبوا لك فخ ضروري، كيحرشوا عليا شاب سيكتور، كيسبني، كيعايرني، داك الشيء فان تما. هذا الشيء انت ما داروش اللحظه؟ داروا كل شيء. احنا كنا مكتب نقابي، وكنا احنا نقابه، كنا 120، كنا 120 ديال الخلق، دابا بقاو 4 الناس، كل واحد من 120 ديال الخلق، ولاو كيصيفطوا كل شهر، كيصيفطوا 3 4 3 4 3 4 5 8 كلها، وكيفاش الطريقه المفبركه ديالو. شحال ضاربين هاد الناس تقريبا؟ الاخر ضارب فيهم 6 سنين 7 سنين، هذا الميت بالموت ضارب 6 سنين 7 سنين. داو ديالهم ولا مشى؟
كاين اللي كياخذ كاين اللي كيدمروه كاين كلها وكيفاش على حسب القضاء. كيتنازل على شي حاجه؟ لا ماشي كيتنازل القضاء، كاين القضاء اللي كيسيفطو، كاين اللي كيسيفطوه كيديروا له محضر بالله، هو راه هو لا ماشي موافق، هو فوتغراف ما كيسال لا ريال لا جوج، كيدبروا له عليها صاحبي، كيدبروا له عليها نيشان، كيدبروا لك عليها سيني ولا تمشي للحبس ولا ماشي كيسيني. القضاء كيشوف داك الالتزام ديالو كيقولوا له يا اما تسيني ولا تمشي للحبس، راه غنتهموك بالسرقه، نتهموك ضربتي الشاف، نتهموك سبيتي الشريكه، انت اي حاجه، المهم اي طريقه باي طريقه خصم داروا لك انت باش تضربني انا. انا حرشوا عليا اخويا، حرشوا عليا بزاف، حرشوا عليا الشيافر، حرشوا عليا العساسه السكريتي، في الاخر ولاو كيحرشوا الشاف سيكتور، كيحرشوا الشاف داجونس، كيتعرض لي كيبغي يحرشوا واش كيدير كيبغي يطيح قدامي، كيسبني باش انا كيبتزني، كيبتزني باش انا نضربو باش نخرج لا ريال لا جوج، خطا جسيم. وفي الاخر باش خرجتي؟ وفي الاخر خرجت الحمد لله، تبعت القانون، لا تبعت القانون، خرجت قانوني. مشيت درتي شي مشيت، هما دايرين لي انا بالله راه طردوني نهار سبعه في الشهر، وهذاك المفوض القضائي بعدا راه دار الزوير، واحد المفوض القضائي راه دار الزوير باش دار بالله، راه بلغني بالطرد نهار سبعه، وهي بالله راني المفوض القضائي دار الزور. واش بلغك؟ زعما هو راه بالله بلغني وانا ما شفتو ما ريتو. فوالا هادشي اللي سولت انا سيفت ما جاش عندك. انا فاش طردوني ديت معايا المفوض القضائي مع الربعة ونص ديال الصباح، دخلت لاجونس رجعني السيكيريتي، بعت معاه ذاك المفوض القضائي، قال له شنو؟ قال له هاد السيد هذا واش يخدم عليا انا؟ قال له هاد السيد هذا الخلوق واش غيخدم ولا لا؟ قال له راه مطرود، قال له راه مطرود مطرود، قال له عقل على هاد التاريخ هذا المفوض القضائي، قال له هذاك السيكيريتي ديالو، قال له ها هي 17 في شهر جوج، صافي هذاك دار الخدمة ديالو نيشان الشفافية والنزاهة. السيد اللي ديت معايا المفوض القضائي ديالي ديته معايا دار لي نهار 17 شهر جوج، دابا انا من 17 شهر جوج، انا من 17 شهر جوج وانا مطرود اخويا، كانت عندي واحد الدويرة كنت تهددت انا باش غيبيعوها ليا، خديتها وانت خدام، خديتها بالكريدي وفرحان بواحد الدويرة، جات خمس شهور اخويا دابا بغاو يحيدوها ليا، اضطريت بالله راني خرجت في تمارانيت في مدينة تمارا، خليتها تما كريتها اخويا، برونشيتها مع البنكة، وراني هنايا كنتلاوط وصافي كل نهار وفين وليداتي اخويا راهم مجموعين هنا مع الوالدة، رحنا مزاحمين مع الوالدة انا في واحد الدار، لا اله الا الله محمد رسول الله، سمحت في كل شيء اخويا، وكنتمنى غير من القضاء ديال تمارا. نعم دابا باش كتقضي؟ غير كنتلاوط مره عساس، مره كنبيع الكارو، مره كنعصر شي خويلة، اي خدمه دخلت لها اخويا كيشوفوني هنا مع مصاب بالسياتيك، ما قاد تهز، ما قاد ندير حتى شي حاجه، مصاب بالسياتيك وراني معذب وراني مكرفص، كنتمنى اخويا من سيدنا، كنتمنى من سيدنا وكنتمنى من القضاء ديال تمارا يشوفوا من حال هذا الملف هذا ويحركوه، كنتمناها، كنطلبوا الله وسيدنا وسي عبد النباوي والناس ديال القضاء ديال تمارا، كنرغبهم، وراه داك الشيء عندي مريقل موثق، وداروا لي الخطا جسيم باش 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 وصلتهم اخويا انا بالشهاده الطبيه. وصلت دابا في المحكمه تقابلتوا ولا مازال؟ دابا مازال اخويا الجلسه عندي كانت غتكون عندي في هضره العام هذا، وواحد المحامي عندي دار كونجي وراه ما كاينش، وكنتسنى دابا حتى يدخل من الكونجي، وغادي تدوز واحد الجلسه ونتمناو من القضاء ديال تمارا والسي عبد النباوي وصاحب الجلاله يوقفوا بهذا الشيء، وخوتي المغاربه كنتمناهم يبارطاجيو هذا الفيديو هذا على اوسع نطاق، وشكرا شوف تي في اذاعه الشعب، وشكرا وكنشكركم جزيل الشكر، وشكرا الله يرحم لكم الوالدين. الله يدير الخير. امين. نعم. امين. مشاهدينا
ورضات الوالدين كما قال الركراكي هي اساس النجاح. راه هذا هو الاساس، باش ما نبقاوش نكذبوا على روسنا ولا نكذبوا على سيدي ربي، هذا هو اللي كاين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.